دفع معنوية كبيرة جدا يقدمها الجمهور للفريق في هذه اللحظات. هم بحاجة لهدف وحيد حتى يتعادلوا. المباراة لم يتبقى فيها الكثير، أجواء مجنونة. هذه تصويبة، برافو التصدي من حارس المرمى. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. فينالدوم، جميل تبادل الكرة. توقع الكثير من الإثارة في الدقائق الخمس المتبقية، لأن الفارق بين الفريقين هدف واحد. روز، قرار الحكم يعطي الأفضلية ومحاولة الاستفادة من الكرة. موقف صعب مع هذه الضغوطات. سيسيكو، أوباميانغ، آدم لالانا، جابرييل جيسوس، إيمانيا ماتيتش. فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الأمام. تمريرات كثيرة ومحاولات لإيجاد تغرب في دفاعات الخصم. هجوم على نار هادية الآن. آدم لالانا، داني روز، رؤية ممتازة يلعبها في الخلف. كرة بعد لحظات من صفرة النهاية، الحكم يحتسب خطأ. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. المباراة تنتهي بصافرة الحكم وينطلق بالكرة في الأمام. ندخل الآن إلى الثواني الأولى من عمر المباراة مع ضربة البداية. نشاهد أمام حضراتكم تشكيلة أصحاب الأرض. فريق يلعب بطريقة 4-4-2، واللي راح تاخذ الشكل الدائم في الفريق في مسألة الانتشار في الملعب. ألفارو موراتا، كرة خطيرة نحو الأمام. ولعب الشوت، كوسي اللي بيخلصها. روبرتو فيرمينو، سانشيز، سون هيونغ، هيونغ سون. كرة ترتد من المدافع إلى رمي التماس. روبرتو فيرمينو، هيونغ من سون، وينطلق. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. فرصة أمام المرمى.
روبرت بيريرا، انطلاقة بالكرة نحو الأمام. ألفارو موراتا، تدخل بيخلص الكرة. مانويل لانزيني، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. ريناتو سانشيز بيرسلها، يا الله كرة في القائم مرة أخرى. أنطونيو فالنسيا، الحكم يشير إلى خطأ. بداية عنيفة لهذا اللقاء. لن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. روبرتو فيرمينو، يا كرة بتعدي بوجه في المرمى. ريناتو سانشيز، روبرت بيريرا، فرصة والكرة في وضعية الهجوم. هذه تصويبة، أوهو، الهدف الأول في المباراة. هدف مستحق بعد عدة كرات، عدة محاولات، ضغط مستمر، المعاناة تنتهي، الفريق ينجح في التسجيل. تفوقوا في صناعة الخطورة، استحوذوا وتحكموا وسيطروا، خلقوا المزيد من الفرص وسجلوا هذا الهدف. هدف أول في مخالفة، لكن السؤال هل سيخرج البطاقة أم لا؟ الحكم يخرج الكرت الأصفر في وجه اللاعب بعد التدخل الأخير. أنطونيو فالنسيا يتقدم فيها، يقتر من مناطق الخصم الآن. توقع جيد في قطع الكرة. أتوقع بأن تكون هناك بطاقة. الحكم وجه الورقة الصفراء في وجه اللاعب. إريك داير، قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. تسديدة خطيرة، تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم. يونكسون، الفارو موراتا، هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. شوف اللقطة من التصويبة اللي كانت قريبة، كانت صعبة جدا على حارس المرمى. هدفين مقابل لا شيء الآن، هدف يوسع الفارق في هذه اللحظات. روبرت بيريرا، هيونغ مين سون، فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الأمام. المرات الموجود في وسط المنطقة ينقذها حارس المرمى، لكن ما زالت خطيرة. روبرت بيريرا، سون هيونغ، كم ممكن تشكل خطورة الكرة البينية قبل أن تقطع. ياس، كرة بيستلم حارس المرمى خلف المدافعين، بيلعب لكرة. يا رب، أي ثقة وأي هدف، أي سحر وأي إبهار. متعني متعني متعني، شوف الكرة العالية، شوف وين أرسلها، في التسعين، في التسعين. الله على هذه الكرة، وينطلق بالكرة في الأمام، يسير بالكرة باتجاه المرمى، تدخل والكرة بتروح. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. روبرتو فيرمينو، ألفارو موراتا، كرة خطيرة نحو الأمام. نشاهد الإخفاق المتكرر في نقل الكرة، الكرة تعود إلى الخصم.
فرصة كبيرة الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. يظهر قوة في الاحتفاظ بالكرة. بناية الهجمة بشكل ممتاز، لكن المدافع كان ذكي قراها في الوقت المناسب. الكرة بالخطأ تنتقل إلى الخصم روبرتو فيرمينو. المنافس يسيطر على الكرة. روبرت بيريرا يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي. يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين فرصة لإرسال كرة في الشباك. البحث متواصل عن هدف الأمان للحصول على ضربة ركنية. تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء. فرصة لكرة مرتدة. كان عندهم فرصة لاستغلال تقدم دفاع الفريق الخصم. ممكن الكرة المرتدة تكون أخطر، لكن ضاعت الكرة. يونغسون كرة بتضيع. نقلة كانت خاطئة في تمرير الكرة. سون هيونغ افتكاك الكرة داخل المنطقة. الآن مع أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة الرائعة جدا، واللي تأتي في إطار منافسات بطولة دوري 48 ساعة لأبطال فود. ريناتو سانشيز انطلاقة بالكرة نحو الأمام. الحكم يحتسب ركلة حرة. اختراق الآن. هيونغ بن سون هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي. حذر مطلوب، عدم التردد. ايضا لان الوقت ما زال كافي للعوده. النتيجه الان 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكره تعود الى نقطه البدايه. يتقدم فيها، يقتر من مناطق الخصم الان. كره جميله من كوتيني. والله على التمريره. الله على موراتا. هدف يحرك الشباك. أداء مهزوز جدا من حارس المرمى، مرتبك حقيقة، يفتقد للثقة، يتلقى هدف آخر ويصعب الأمور على فريقه. مباراة من طرف واحد والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. جوميز وينطلق بالكرة إلى الأمام. ويليان عرضية ممتازة في الخلف. الحارس يتألق ويبعد الخطورة. الآن يستعد لتنفيذ ركنية. ضربة ركنية تلعب بشكل قصير في اللقطة الماضية. إدريس أكاي. لوران كوسيلي. تسديدة يا رب. روبرت بيريرا. هيونغ مين سون. الحكم يشير إلى تحت الفرصة بدون احتساب خطأ في هذه الكرة. كرة خطيرة نحو الأمام. تصويبة صاروخية من مسافة بعيدة. يا رب على هذه اللقطة.